بكل الخير والرضا دوما يتجدد اللقاء يا رب. عنوان دولتنا لو كلنا فاكرين المهام الثلاثة اللي تعهد بيها القائم على عملية التغيير: أولا تثبيت حدود الدولة المصرية، اثنين إطلاق عملية بنية تحتية قابلة للبناء عليها، ثلاثة وده موضوع حلقتنا النهاردة تجهيز طبقة شابة قادرة على تحمل واستلام المسؤولية. ولما اتكلمنا عن تجهيز الطبقة الشابة حددنا المرحلة العمرية واتكلمنا ان الشباب في مصر ما ينفعش نقيسهم بالمعنى العالمي، يعني ما ينفعش اتكلم عن المرحلة دي من عمر 18 سنة زي ما بعض المواثيق الدولية بتتكلم، لأن الشاب في الغرب بعد مرحلة الثانوية العامة الهاي سكول بينزل يشتغل، وإذا قدر يوفر فلوس يقدر يدخل يكمل تعليمه الجامعي. الحياة عندنا في مصر ما بيبدأش فيها الشاب يكتسب خبرة إلا تقريبا مع عمر 27 ل 30 سنة، وعلشان كده المرحلة دي هي المرحلة اللي بيتم إعدادها في البرنامج الرئاسي. لكن يا ترى وإحنا بنشتغل على المرحلة دي هيبقى نقف عندها بس ولا لازم نفتح أكتر؟ خلوني قبل ما أقول إن المرحلة اللي قبل المرحلة دي اللي هي مرحلة التعليم الثانوي هي مرحلة مهمة وخطيرة، لأن دي المرحلة اللي هيتم فيها تغيير وجدان هذا الشاب في مراحله الأولى. مهم جدا نقول ليه الدولة المصرية خدت على عاتقها جزء من إعادة بناء الدولة الجديدة هي بناء الشاب المصري، لسبب مهم جدا اتضح في الزيارة بتاعت المستشارة الألمانية. طيب هتقولوا لي ازاي ده كمان؟ هقول لكم لان احنا في بين السطور فبنبقى مركزين جدا على كل الحاجات اللي مش مطلوب الناس تشوفها. يعني ببساطة أثناء عملية افتتاح المحطات الثلاثة كان التركيز كله على النماذج الشابة من المهندسين المصريين على طريقة الالتزام والأداء، وده كان فيه استحضار للتجربة الألمانية اللي بعد الحرب العالمية الثانية جابت الشباب الصغير، لأن كل الرجال كانوا اتأذوا في الحرب العالمية الثانية، فكان لازم يتم إعداد دول أنهم يكونوا قيادات وبشكل سريع. ولما الألمان يحسوا أن المصريين بيشتغلوا بالروح دي المسألة بالنسبة لهم تبقى مش بس مبهرة ومقلقة، مش ليهم بس وللجارة اللي عينيها علينا اللي لحد دلوقتي ما أعلنتش حدود، وما فيش غيركم أنتوا يا شعب بقيادتكم بكل ذكائكم اللي بالمواثيق الدولية حددتوا حدود دولة إسرائيل معانا، لأنها بمجرد التوقيع على اتفاقية طابة وترسيم الحدود هي حطت نفسها في الخانة دي، فهي تحلم قد ما تحلم أو تروج قد ما تروج لأي حاجة. طيب بما إن احنا بنشتغل على المرحلة العمرية دي لأن ده جزء من عملية بناء الدولة الحقيقي، فالمسألة لازم كمان تبقى بره مؤسسة الرئاسة. والحقيقة إن على مستوى المحافظات عندنا تجربة رائدة لازم نبص عليها كويس قوي. التجربة دي كانت في محافظة الجيزة، ومحافظة الجيزة محافظة عندها خصوصية مش بس في المساحة والتركيبة السكانية والأنماط المجتمعية ما بين حضر وريف والتلاصق اللي حصل ما بين الجزء الحضري فيها والقرى اللي ضمت عليها في التوسع العمراني، لكن الحقيقة عندهم تجربة تستحق ان احنا نبص عليها وبعمق، والتجربة ضمن النسق والسياسة المصرية للدولة المصرية الجديدة. التجربة دي حملت عنوان معا من أجل مصر. مين هم اللي معا؟ كل الأجيال، لأن مصر 30 يونيو رفضت تقسيم الشارع المصري والواقع المصري تقسيم جيلي. يعني لما كانوا بيحاولوا يقولوا لنا دي ثورة شابة، ده شباب، طب والكبار، طب والعواجيز، احنا رفضنا التقسيمات دي كلها لان اي تقسيم في المجتمع هيبقى اشكالي. لما الجيزة تفكر بعقل محافظها النشط علشان تشتغل على المرحلة العمرية دي، انا رأيي ان التجربة تستحق انها تتحط قدام حضراتكم كويس قوي وتتشاف. وعلشان احنا ما نتكلمش عن التجربة خلونا نروح سريعا لمحافظ الجيزة سيادة اللواء كمال الدالي. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا استاذ اماني، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. خليني اقول لك مبروك، مبسوطين قوي بتجربه بتقول ان بدانا بعد تجربه البرنامج الرئاسي في مرحله عمريه نروح للمرحله اللي اقل، المرحله الثانويه. الفكره جت ازاي والاختيار وايه الهدف؟
وطبعا انا بشكر حضرتك في البدايه انك تناولت الموضوع مهم جدا ده. ربنا يخليك. ويعني طبعا كان سبق سياده الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه تحت رعايته الملتقى مؤتمرات الشباب اللي عقدت ثلاث مؤتمرات سواء في شرم الشيخ او في القاهره او الاخير في اسوان، وكان مؤتمرات ناجحه جدا زي ما حضرتك تطرقت دلوقتي ان احنا نزلنا بالسن شويه، وده مرحله مهمه جدا وخطيره لطلبه المرحله الثانويه. تمام. الفكره طبعا ورد بالتنسيق مع مؤسسه خيريه، مؤسسه الحاج حفيظ النواوي والخدمات الاجتماعيه، وتلاقينا في الفكر واتفقنا على العقد هذا المؤتمر. خد اعداد جيد على مدار شهرين يمكن متواصل. تمام. انك توصلي للطلبه وتتواصلي معاهم والطالبات. احنا طبعا المجموعه دي هو طبعا عنوان المؤتمر كان مع عند مصر بيهدف لقيم الوحده الوطنيه وتعميق الانتماء الوطني وتغيير الثقافه الطلابيه والابداع الطلابي، الاربع محاور الرئيسيه اللي تم الاتفاق عليهم ان المؤتمر يتناولهم. وقلنا عشان طلبه الثانويه العامه هنكتفي بيوم واحد، وهتبقى قاعه واحده كبيره تسع للعديد من الطلبه. الجديد حضرتك الطلبه والطلبات احنا اخترناهم من كافه المدارس الثانويه الحكوميه والخاصه والدوليه، ضمينا ليهم المدارس التجاريه والصناعيه والزراعيه والفندقيه وايضا المعاهد الازهريه. ده كويس قوي. السن ده والاختيار احنا حضر عندنا في القاعه مش اقل من 500 طالب وطالبه. تمام. مختلف المدارس اللي ذكرتهم لحضرتك، وكنا بنهدف لاعداء الوطن بيبثوا فكر مسموم بصفه متكرره بتوصل للمتلقي لمرتبه العقيده بعد فترات وبتقابلي صعوبه في حلها. تمام. قبل المرحله الجامعيه او بدايه المرحله الجامعيه. فعشان نقضي على المشكله دي المعالجه الفكريه والتوعيه وبناء الشخصيه السويه والواعيه بس روح المحبه والاخاء والاتحاد بنصل لنشء جيل جديد واعي بيقبل الفكر والديانات السماويه الاخرى بيتحدوا من اجل بناء وطن قوي متماسك طبعا في النهايه. طيب سياده اللواء يعني في المتابعه بتاعتنا كمان لقينا نماذج من هذه المرحله العمريه مرحله الثانوي موجودين كمان على المنصه، فانا عايزه شويه اسمع الخبره دي، خبره ان هم يشاركوا يبقوا موجودين على المنصه، وربما ايضا كانت هناك بعض الحوارات من القاعه. هو طبعا ده مهم جدا لحضرتك بتقوليه. احنا انا اشتركت او كنت حاضر المؤتمرات الثلاثه بتاع السيد الرئيس. فاستفدنا من التجارب دي، والقامات اللي احنا اخترناها مع المؤسسه وتضم دكاتره جامعه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعه القاهره. تمام. اخترنا عناصر شابه اساتذه واساتذه مساعدين ناس محترمه يبقى فكرهم قريب من الطلبه في تلك المرحله مع القامات الاخرى من دكاتره جامعات من رجال اعلام رجال دين مسلم ومسيحي متمثلين في الازهر والاوقاف والكنيسه. تمام. استفدنا من المؤتمرات السابقه، انا اصريت بصراحه وجزفت فيها ان انا من ضمن الطلبه اللي اخترناهم ال 500 دول تم اختيارهم من 1000، التقيت بيهم قبل المؤتمر بعده ايام. حلوة. فهمت الطلبه والطلبات، لا محاذير ولا سقف لاي اسئله او حوار، كل اللي عايزين يقولوه في المؤتمر، بل بالعكس انا بسهولكم على الهواء ومش هسجل. دي الحقيقه اللي انا اتكلمت مع الطلبه والطلبات فيه. والاولاد طبعا يعني مش هكذب على حضرتك ما كانوش مصدقين لغايه ما عاشوا التجربه، وبعد انتهاء المؤتمر كانوا مبسوطين جدا ان الوعد في اللقاء اللي تم بينه وبينهم. احنا في هذا اللقاء اخترنا الطلبه والطلبات اللي شاركوا مع الساده الافاضل في المحور النقاشي لكل محور من الاربعه. حلو قوي. فحبيت ان انا اشارككم، فقلت لهم اللي يرغب منكم مش كرغبه، اللي شايف جواه امكانيات
طبقا للموضوع المحور اللي هيتم مناقشته. ممكن يتكلم فيه يتفضل. تقدم لي اللي انا فوجئت بيه لكل محور مش اقل من 15 ل 20 طالب. السن ده بيحب فكره السن ده ممتاز جدا. ومش عايز اقول لحضرتك المفاجاه ان احنا كنا عاملين مسابقه في تتخلل فعاليات المؤتمر قبليها اربع مواضيع تعبير اللي هيكتب فيه له جايزه في رحله هتطلع واللي مش هيرغب ممكن نديله حاجات عينيه. تمام. فالاولاد اللي جاوبوا كويس جدا مدارس التجاريه والزراعيه والصناعيه والفندقيه والمدارس الحكوميه. ده كويس جدا، دي مفاجاه. أيوة. بجد. وبالتالي ال 15 20 طالب اللي رغبوا ان هم عندهم الامكانيه يشاركوا مع دكاتره الجامعه واساتذتهم في المحور النقاشي فوق على المنصه قدام زمايلهم، انا اخترت اثنين من كل مجموعه طبقا للمناقشه السريعه معاهم. صحيح. فتم اختيار 8 طلبه وطالبات. المحور الاولاني اخترت طالب مسلم وطالب مسيح الديانه وكانوا اولاد متميزين جدا، وبقيه المحاور. والمفاجاه اللي الكل اتبسط منها من الساده اللي شاركوا في الحوار ان الاولاد فكرهم عليه جدا عما يتصوروا. طبعا ده زمن يعني التكنولوجي. طبعا مفيش كلام. يعني تجربه تستحق ان احنا دايما نتابعها، وبتمنى ان دي تكون يعني تجربه اولى ويتم تكرارها، لان دايما البدايات بتبقى شويه لسه الناس مش متعوده، فاكيد النتائج هتكون افضل في اللي جاي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. العفو يا فندم. محافظ الجيزه اللواء كمال الدالي، شكرا جزيلا لحضرتك.